مرحبا بكم، معكم مقدم آمودو. لقد جئت اليوم لكي أعرفكم بمصطلح العياشة. في قديم الزمان وفي صحراء إفريقيا عاش كائن فقير ثقافيا واقتصاديا، منبوذ اجتماعيا، تجده بين الصفحات يعلق بجملته المعروفة: نحن أحسن من سوريا، الموت للخونة لا للفتنة. الكائن العياشي ضد كل مطالب اجتماعية، يرى أن كل من صرخ من المعاناة خائن. وينقسم العياشي إلى ثلاثة أنواع: نوع يخاف على مصالحه، ونوع يعيش بالريع، ونوع ثالث لا يملك أي شيء ويدافع عن الفساد، وهو أخطر الأنواع. وقد تفرق العياشة على الدول العربية، وهو لهم هدف مشترك: التصفيق للظلم والعيش تحت السبات. وكالعادة أختم بكلمة المشهورة: عاش الريف ولا عاش من خانه.